يقول هذا العامر ما شاء الله تبارك الرحمن من قرية سعيدان غرب المذنب جنوب بالقرب من طريق الخرمة الشمالية بردية لا إله إلا الله مسكنت للطريق الله لا يورينا قوة سبحان لهذا وقف مع النفوذ ما حد يمشي مع الزفل سبحان اللي هذا امره عصر يوم الاحد الموافق 24/7/1440 ما تاخذ ايدي شوف ايش كبر البرديه ناظر ايش كبره يا رب يوه شو شلون الله يستر اللي تحتها بس الله يستر ما شاء الله ما شاء الله اليوم الاحد 24/7/1440 الساعة 4:30 بردية كثيفة جدا على نفود العبدلية ما شاء الله ما شاء الله غرب الغار جنوب شرق القصيم ما شاء الله تصوير بدر سميدي ثلوج على الظهر وتراكمه ما شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله هذه بردية شمال المجمع ما شاء الله تبارك الله يا ابو عبد العزيز الشعيب اللي بعدهم حازم على طول الأجواء خيال لك الحمد والشكر هذا اليوم الأحد 24/7/1440 اللهم لك الحمد والشكر شرق المذنب مساك الله بالخير يا ابو عبد العزيز متابعين جروب المقناص والمكشات او سناب المقناص والمكشات لو ناسه نسينا الاسم اربع شعيب ومحج ما شاء الله